عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ أم التوأم. اليوم إن شاء الله نتشارك معكم كريب معمر بشكلين مختلفين. إذن على بركة الله نبدأ بالمقادير. بسم الله، عندي في المكونات 600 مليلتر ديال الحليب، عندي 250 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورس اللي مغرب مسبقا، وعندي ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الحلويات، ربع ملعقة صغيرة من الإبزار، الفلفل الأسود، ثلاث بيضات، ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة والملح. هادو هما مكونات الكريب. وبالنسبة للمكونات ديال العمارة أو الحشوة اللي غنعمرو بها الكريب، عندي الزيت البلدية والزيت الرومية، يعني زيت الزيتون وزيت النباتية، فلفلة حمراء كبيرة مقطعة مكعبات يعني مربعات، واحد فلفلة خضراء مقطعة مربعات، 300 غرام ديال الكفتة أو اللحم المفروم، جود البصلات مقطعات مكعبات، واحد العلبة ديال الفطر أو الشامبينيون، ملعقة كبيرة قزبر معدنوس مقطعين صغار. وبالنسبة للتوابل غنحتاج ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر تحميرة، نص ملعقة صغيرة من الزنجبيل سكنجبير، ملعقة صغيرة من الكركم خرقوم البلدي، ونص ملعقة صغيرة من الإبزار فلفل أسود. وهنا عندي الصلصة الحمراء والجبن الجبن، هادو غادي نحتاجهم حتى آخر مرحلة إن شاء الله. إذن على بركة الله ندوزو طريقة التحضير. اول حاجه غنهرسوا البيض، انا درت واحد هنا، ثلاثه البيضات، غنضيفوا الحليب، بسم الله، نضيف الزبدة، الإبزار، واحد ربع ملعقة ديال خميرة الحلويات، غادي نخلطو، بسم الله. دابا غادي نبقى نضيفو الدقيق شويه بشويه، نضيفو واحد شويه الملحه على حسب الذوق، نبقى نضيفو الدقيق شويه بشويه وحنا كنضربو بالطراب الكهربائي. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نطيبو فيه. دابا ان شاء الله غادي نبداو نطيبو في الكريب. غندهنو بواحد شويه الزبده المقله ديالها، بسم الله غنستمر بهذه الطريقه حتى تنسالي هذا الكريب ديالي كامل اللي عندي هنا.
دابا غادي نحضروا الحشوه ديالنا. غادي نعملوا واحد ملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه، وغنضيفوا واحد جوج معالق كبار حتى ثلاثه ديال زيت الزيتون. غادي نضيفوا البصله، غادي نحركوها واحد شويه، ونزيدوا الفلافل بزوج، ونحركوا، تخلطوا المكونات، وغادي نشدوا عليها ونخليوها حتى تشحر شويه. بعد ما تشحرت البصله والفلافل ديالنا، دابا غادي نضيفوا الكفته. بسم الله، دابا غادي نضيفو العطريه كامله، الملح على حسب الذوق، نحركو واحد شويه. بغيتي تضيفو الملون الاصطناعي ضيفوه، انا ما بغيتش نضيفو، ما كنستعملوش بزاف. دابا غنضيفو الشامبينيون او الفطر المعلب، نحركو، من بعد ما طابت العماره دابا غنضيفو ديك الملعقه كبيره ديال القزبر مع النصف الاخير، ونحركو جيدا، نحركو مزيان. دابا غنطفيو عليها العافيه وندوزو باش نعمرو الكريب ديالنا. بسم الله، دابا غادي نبدا نعمر في الكريب ديالنا. اول حاجه هاد الجبن وهاد الصلصه اللي خليتهم حتى الاخر. بالنسبه للجبن انا غادي نضيف عليه الثوم غبره واحد شويه، بسم الله، والصلصه غنضيف عليها اوريغانو الزعتر. خلطهم بسم الله، دابا نبدا نعمر الكريب. بسم الله، هادي غندهن بها دهنه بشويه ديال الفرماج، نجيب واحد، بسم الله يا ربي، غير واحد شويه
الطريقه. غنرش عليه واحد شويه ديال الفرماج وغادي نزيد نعمل واحد عجينه اخرى، واحد الكريب اخرى بنفس الطريقه. بسم الله. ونعمر بشويه ديال العماره. شويه الفرماج او الجبن. الجبن هذا جبن موزاريلا خاص بالبيتزا. ودابا غادي نبدا الرولي. بسم الله. رولي جوج مع بعضياتهم كما هو موضح في الفيديو بهذا الشكل حتى نسالي الاخير وندخلو اذا كان خرجتنا العماره بهذا الشكل. دابا غادي ناخذ واحد السكين يكون ماضي ونبدا نقطعو فيها. بسم الله. غادي ناخذ هذه اللي قطعناها وغنثبتها بالكوردون ونعملها في الصينيه. بهذا الشكل من بعد ما ساليت الكريب كامل كيجي بهذا الشكل كيجي المنظر ديالو زوين. غير واحد التوضيح، هذا الجبن الجبن اللي كندهنوا به الخبز، وبالنسبه لي وفي المغرب يقدروا يستعملوا جبلي. هذا كتوضيح وصافي. الكريب من بعد ما كملناه كيجي بهذا الشكل. دابا غادي نرشوا عليه واحد شويه ديال الفرماج من الفوق غير شويه وغندخلوه الفران يدوب لينا غير الفرماج. دابا نمرو ان شاء الله للشكل الثاني. خديت الصينيه
وعملت فيها ورق الطبخ، عملت فيها واحد القالب. ودابا ان شاء الله غادي نبداو، بسم الله، نعمروا فيها. غنقصوا واحد شويه في القياس، نعملوا على قياس ديال الكريب هكا. دابا غادي ناخذوا هاد الصلصه، غنعملوا حاجه د مغارف ديال الصلصه، غنبقاو ندهنوا الكريب. نعملوا شويه ديال الحشوه، ما نعمروهاش بزاف باش ما تجيش مجهده بهذا الشكل. رش عليها واحد شويه ديال موزاريلا، هذه موزاريلا حكيتها بايديا. من بعد ما سالينا التعميره ديال هذا الشكل، دابا ان شاء الله غادي نحيد هذا القالب بهذا الشكل، وغندخلوها الفران. غير يدوب لينا الفرماج مع يدوب لينا الفرماج ونخرجوها هي والشكل الاول، ومن بعد ان شاء الله نتلقاو ونشوفوا الشكل النهائي. الكريب من بعد ما دقنا الفران وداب الفرماج يعني جبن خرجناه، انا قدمته بهذا الشكل هذا، وانتم يتقدموه باي طريقه بغيتوها. ودابا غنقطع معكم واحد الطرف وتشوفوها، تشوفوا من داخل كيفاش كيجي. بسم الله. بالنسبه لهادو كيجيو بهذا الشكل، انا حيت لهم هذاك الكوردولي هنا، كيجيو بهذا الشكل، كيجيو راقيين في المنظر ولذادين. دابا نقطع معكم واحد الطرف من هذا، بسم الله على بركة الله، باش تشوفوا من داخل كيفاش كيجي. بسم الله. كتجي بهاد الشكل كما هو مبين في الصورة.
وانا نقطع لكم داخل باش تشوفوها كيفاش كتجي. كنجيب بهذا الشكل بحال شكل طارطه طبقات، هذا الشكل كتجي لذيذه في المذاق ورائعه. كنتمنى تجربوها وتنال استحسانكم، واللي جربتها ما تنساش تكتبها لي في الكومونتير تحت الفيديو. وفي امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.